لقيت واحد من أسوس القرن الماضي حد أجنبي بيحكي قصة عجبتني على الفخ وغيره. بيقول شاف جزار واحد إنسان ماشي وجارر وراه شوية خنازير، فقرب منه قال له أنت إزاي بتقود وتتحكم في كل الخنازير دي؟ ده التحكم فيهم صعب جدا، إزاي ماشيين وراك؟ قال له الأمر بسيط، الخنازير بتحب الفول وأنا معايا كيس فول، كل شوية أرمي حبيتين ثلاثة وأفضل أجرهم، واخدهم لفين؟ للمذبح. القسيس ده بيقول يا ترى إيه الفول اللي أنت حابه اللي إبليس بيجرك بيه وهياخدك للمذبح؟ يفضل يرمي حبيتين 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 لغاية لما ياخدك لجهنم. فلازم ناخد بالنا ما يغرناش بصور بمناظر بفلوس، كله ضايع.